اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل ومستكملين حلقتنا في اكله العيله. فعملنا وصفه كده بقى حلو وحادق لذيذه جدا، بس خلينا نرحب الاول بالدكتوره الجميله اخصائيه التغذيه العلاجيه دكتوره هبه حسين. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله، منوره الدنيا دايما. وعايزين والله نسمع النهارده منك كده حاجات مبشره بقى يعني السنه الجديده، اهداف السنه بالظبط. دايما كل سنه الواحد يكتب في اهدافه اخس مش عارفه كام كيلو، وما بيحصلش والله. ما احنا جايين النهارده عشان نخسس الناس بقى في السنه الجديده. احلى بقى حاجه ان احنا في نهايه السنه، بس خليني اقول لك ان الفراخ المشويه دي عشان تدوقيها بقى وتبقى حلوه كده، احنا حطينا فحمه على النار، هنحطها على الفويل وعليها نقطتين زيت، وبعدين بقى نقعد نرغي معاكي. الله الله، شايفين بقى تطلع طعمها تحفه اهو. وبعدين هنغطيها بفويل، نلحق نغطيها بفويل فويل، وبعد كده بقى ايه نقدمها على الرز. قولي لي بقى يا دكتور هبه، ايه اسباب السمنه في العالم العربي؟ هل الجانك فود؟ هل ان احنا بنعمل دايت كتير؟ و يعني ايه اكبر سبب للسمنه في العالم العربي؟ العادات الغلط اللي احنا بنعملها في اليوم وبنبقى فاكرين انها صح، وعشان كده هي اللي بتدخلنا. يعني مثلا ممكن حد يقعد طول اليوم ما ياكلش غير وجبه واحده ويبقى فاهم ان هو كده عايش نظام صحي وحياه صحيه، وهو اصلا بيلخبط معدل حرق جسمه وبيأدي لنفسه ان هو الدهون تتخزن زياده، عشان بدخل جسمه في حاجه اسمها مجاعه. فاي حاجه باكلها بتبدا تتخزن على طول، مفيش حاجه بتتحرق لان انت مدخله الجسم في مجاعه. فالعادات الغلط هي اللي بنعملها، هي دي الحاجه الوحيده اللي بتدخن الجسم. طبعا غير ان احنا ممكن ناكل بالليل وننام، وده اكبر سبب طبعا للكرش، المواد الحافظه، حاجات كتير قوي، بس مين دي كلها عادات غلط. يعني مش هقول لك من الاكل لا، هي طبعا كميه اكل بس عادات غلط. ما انا لو كلت حاجه صغيره انا مش هتخن. بس طب قولي لي، لو حد بياكل كميات اكل قليله وبرده بيزيد في الوزن، يعني ممكن يكون عنده يا مقاومه انسولين يا اما يعني مثلا حاجه في الغده واحنا ما نعرفش، يعني هل احنا لما بنلجا لدكاتره زيكم مثلا بتبتدي تساليها انت بقالك قد ايه بتعملي دايت مش بتخسي، نطلب تحاليل معينه ولا ايه؟ حلو، في ناس كتير قوي بتعمل اصلا دايت غلط. يعني الدايت اللي هي ماشيه عليه بتعمله غلط، عشان كده هي مش بتخس، هي بتتخن. وفي ناس كتير عندها امراض وبالتالي بتبقى محتاجه حاجه من بره خارجيه هي اللي تساعد ده، لان السمنه لو دخلت الجسم هي بتبقى بوابه لكتير من الامراض زي مقاومه الانسولين والسكر من النوع الثاني وتكيس المبايض وامراض كمان تغيير المفاصل. ده انا جايه النهارده بما اننا بقى في اكله العيله، انا جايه اقول لك ان جات لي بنت الاسبوع اللي فات بتقول لي انا الدكتور طلب مني ان انا اعمل تغيير مفصل. هي عندها 38 سنه، 38 سنه ايه اللي عمل لها تغيير مفصل؟ فليه بقى؟ هي وزنها 145 كيلو، 145 كيلو على الركبة. بص يا شيف إيمان، وطبعا كل الناس اللي بتتفرج علينا في أكلة العيلة، أنا كنت قصدي أن أنا أطلع أتكلم معاكي النهاردة في الموضوع ده، لأن إحنا أكلة العيلة، فدي المجالات أو الحاجات اللي بتتقال وإحنا قاعدين على الكنبة مع بعض. بصي، مفصل الركبة كده تمام، وفي النص المادة الزجاجية اللي هي الغضروف، كل ضغط من فوق بتنطر المادة الزجاجية مع أقل حركة. فبالتالي الدكتور يقول لك ايه، لا انا محتاجه اعمل تغيير مفصل. طب تغيير مفصل ازاي؟ يعني ازاي اعمل تغيير مفصل لحد عنده 38 سنه صغيره؟ طب ما اخس. طب انا ليه ممكن استنى على عدد كيلوهات جسمي تكبر لغايه ما اروح اعمل عمليه تغيير مفصل؟ ايوه صح، لغايه ما الدهون. بصي بقى، معظم الستات، امهاتنا، جدودنا، واحده صاحبتك، هتلاقي السمنه بتبقى عامله زي كورتين حوالين مفصل الركبه، بتلاقي اللي هو الدهون باظه كده، مفصل الركبه صغير قد كده والدهون مش متحمل، مش متحمل كل الحاجات دي. الدهون باينه من الركبه. تقول لك اصل انا مشكلتي بصي ركبتي عامله ازاي، طب انا ليه ممكن يبقى عندي 38 سنه واستنى لما يحصل حاجه زي كده، وليه ادخل في عمليه؟ طب ما انا اخس. طب هو في امل؟ اه طبعا، انا الكورس اللي انا جايباه النهارده انا ممكن يخسسني 30 و40 كيلو في 3 4 شهور وانا قاعده على الكنبه ما بتحركش. حلو قوي، احنا عايزين بقى نحط هدف كده، واحلى هدف صحتي، يعني قبل الشكل، يعني الواحد بيكسب نفسيته وصحته وحاجات كتير. صح. ازاي بقى دكتور هبه بليز الناس اللي بتشوفنا لو عندهم مشاكل صحيه، لو مشكله نفسيه ان هي نفسها تخس، يعني ايه بقى اللي ممكن يخلينا ان احنا نقضي على الدهون العنيده ونخدع جسمنا بعد الدايتس الكتيره دي؟ بالظبط ماشي. احنا اول حاجه الناس تتصل بينا على الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه، او تتواصل معانا عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، واي حد عنده مشكله يبدا يحكيها لنا واحنا هنحلها معاه.
اما بقى الكورس اللي معايا النهارده او مكوناته ايه هي، انا معايا ثلاث كبسولات، كبسولات الاناسيليوم ودي المسؤوله عن سد الشهيه والشبع، هي عباره عن اعشاب والياف طبيعيه. انا قبل بس ما اشرح بقيه مكونات الكورس، ما ننساش ان الكورس مصرح من وزاره الصحه ودي اهم حاجه بناكد دايما وننوه عليها، بما اننا في برنامج اكله العيله، ان احنا من اصغر فرد لاكبر فرد احنا الكورس بتاعنا امن عليه، ما فيش اي مشكله خالص، لان هو اعشاب والياف طبيعيه مصرحه من وزاره الصحه. تاني حاجه نبدا بقى ندخل في مكونات الكورس، كبسولات الاناسيليوم هي مكونه من قشور السيليوم، هي بتنزل تديني احساس بالشبع، بتعمل لي سيطره على نهم الطعام، نهم السكريات، بس في نفس الوقت يا شفي من، عشان في ناس كتير بتتلخبط في الموضوع ده، هي بتديني برضو احساس الجوع، هي بتمشي جسمي بالوتيرة بتاعته، بتمشي جسمي بطبيعته، أنا ده معاد الغداء، أنا بتغدى الساعة 4، أنا في وقت الساعة 4 هاكل وهحس إن أنا جعانة. لا ده إحنا الموضوع ده مهم قوي، استنى عشان إحنا عايزين ناكل الأكل الحلو ده من غير ما ضميرنا يأنبنا، بس معانا اتصال منى. ألو؟ أهلاً يا منى. أهلاً بحضرتك، كل سنة وحضرتك بخير. وأنتِ طيبة يا حبيبتي بصحة وسلامة يا رب. قولي لي عايزة تكلمي دكتور هبة؟ أنا السنة الجديدة معاكم وأنا حاسة. ايوه يا روح قلبي بس كده، يلا بينا والله. انا نازله كده حوالي 20 30 كيلو. طب انت اصلا وزنك كام؟ 96. وطولك؟ 161. عايزين 20 كيلو يعني؟ ماشي تمام، يلا والله بينا. والله لو وصلت لهم هبقى انا راضيه والله. جاهزه نبدا التحدي امتى؟ من دلوقتي يلا. طيب يا سلام، حلوه قوي العزيمه. شفتي الحماس ده، انا بحب الحماس ده. يبقى يلا بينا، اتصلي على الارقام واستفادي بالعروض بتاعه النهارده، وهنتابع معاكي طبعا، وهستنى منك مكالمه بعد شهر من دلوقتي ان شاء الله. تمام يا روحي، يلا هنستنى مكالمتك كده يا منى بعد ما تكوني خسيتي وحققتي حلمك، ويا رب كل احلامك تتحقق. واحنا بقى بنرص كده الفراخ وحطينا الخضار التحفه، وضميرنا مش هيأنبنا، وهي هتقول لنا هينفع ناكل بالاكل ده ولا لا. عايزين نعرف ايه بقى الكورس عباره عن ايه بقى يا دكتور هبه؟ حلو، احنا اول كبسوله اتكلمنا عنها كبسوله الاناسيليوم اللي هي مكونه من قشور السيليوم، وقلنا انها بتدي احساس بالشبع، بس في نفس الوقت هي بتمشي جسمي بطبيعته، وده الفرق ما بيني وما بين اي كورسز ثانيه مجهوله المصدر، ان انا جسمي بيفضل بطبيعته، انا بحس بالجوع بس باكل كميه صغيره من الاكل طبعا القمر اللي انت عامله لنا النهارده ده. تاني كبسوله معايا اللي هي الماجيك بوكس او الجراسينيا، وهي 70% منها جراسينيا، هي برضو فاكهه تمام، بس الجراسينيا بتعمل ايه؟ دي بقى انا بحبها عشان هي اللي بتنحت شكل الجسم، اللي بتحول لي الجسم من كتلة دهنية كده متحركة للأ، شكل الجسم بيبدأ يبان والملامح الأنثوية بتبدأ تبان، وحتى الرجالة اللي عندهم تسدي أو كرش أو whatever كانت الدهون متركزة فين، لأ هي بتبدأ تبان، عشان الجراسينيا فيها حاجة اسمها هيدروكسي سيتريك أسيد، الإنزيم ده لما بيدخل الجسم بيمنع تخزين الدهون في أماكن السمنة الموضعية. يبقى أنا كده عندي أول كبسولة أنا سددت نفسي وعملت كنترول على شهيتي، تاني كبسولة أنا فتتت الدهون المعقدة اللي ما بتروحش بقى غير بعمليات، يا بحقن يا إما بأجهزة ومصاريف كتير طبعا الناس كلها دلوقتي بتسمع عنها. يبقى لا، أنا خدت كبسولة مكونة من أعشاب وألياف طبيعية، دخلت رسمت لي شكل جسمي من غير اي مشكله. ما انت قلتي فعلا هي غلاء الاسعار والناس عايزه تخس وعايزه في نفس الوقت تشوف صحتها، فايه هي بقى العروض اللي عندك بقى؟ نقول اخر كبسوله بسرعه وندخل على العروض على طول. ثالث كبسوله الفينيل، ودي 70% منها قهوه خضراء وشاي اخضر وحاجات مضاده للاكسده، ودي اللي بتساعدني ان انا افضل محافظه على الكيلوهات اللي انا نزلتها تمام. نيجي بقى للعروض والمفاجات اللي معايا النهارده، احنا معانا ثلاث كورسات، اول كورس ده اول عرض، ده عرض الشهر، ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات قشور السيليوم، وده للناس اللي عاوزه تلحق نفسها كده قبل راس السنه اللي هو ايه 5 6 10 كيلو كده في الشهر، فنلحق ننزلهم اوام. ومعانا طبعا كريم شد البشره وفيتامين دي هديه، وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات الاناسيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل ازيد من 10 او 15 وبيوصل كمان ل 20 كيلو في الشهرين. طيب تالت بقى عرض معانا، ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات، كبسوله قشور السيليوم اللي هي الاناسيليوم والماجيك بوكس اللي هي مكونه من الجراسيليوم
الجسينيا والقهوه الخضراء واللي هي البنيل طبعا، ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وطبعا ما ننساش ان الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص بيفضل معانا خطوه بخطوه لغايه ما نوصل للوزن المثالي. حلو جدا، حلو قوي يعني. وده بقى لحد امتى بقى؟ لغايه الساعه 10 بالليل. انت لازم وقت محدد عشان الناس تلحق تتصل. طب الحقوا بقى يا جماعه، يعني عندكم لحد الساعه 10 بالليل واحنا خلاص كاونتنج داون في نهايه السنه، فعايزين نلحق ان نستفاد اخر 7 ايام دول، ننزل فيهم 5 6 كيلو كده بسرعه بسرعه عشان نعرف نحتفل براس السنه. طب قولي لي بقى يا دكتور هبه، لما احنا بنتصل على الارقام او بنتواصل مع وان دايت او دايت لايف الصفحتين، واقول لكم مثلا انا عايزه الخس وزن كذا، ولا فريق المتابعه هو اللي بينصحني يقول لي يعني مثلا قولي طولك وزنك انا انت محتاجه كذا؟ حلو. لا احنا الفريق الطبي المتخصص اللي عندنا بياخد كل التفاصيل من اي حد بيتصل بينا، بناخد الوزن والطول، في مرض معين ولا لا، عملت دايت قبل كده ولا لا، خدت اي دواء من الادويه مجهوله المصدر، عشان ابدا اصلح الجسم من الاثار بتاعتها او من الحاجات الغلط اللي حصلت. وبعد كده بنبدا بقى اسبوع باسبوع نتابع مع بعض، نوزن ونبعت، اللي بياخد نظام غذائي بياخد، واللي مش بياخد بنبدا نبعت الوزن بس مع بعض. ده شيء هايل جدا، واهم حاجه انك زي ما قلتي انه هو مصرح من وزاره الصحه، وده بالزبط. عشان هو في مواد طبيعيه طبعا، مش كده؟ مش سلسله كيماويه خالص ممكن تأذي او تضر الجسم او تلعب في اي هرمونات او اي انزيمات. طب الناس اللي عندها دهون عنيده او دهون معقده بقى يا دكتور هبه، يعني دايما الدهون المعقده دي معقدانا في حياتنا، يعني في ناس فعلا بتخس بس بتفضل في حتت معينه عن يعني اللزاليز دي عند الستات والرجاله بس الستات اكتر بصراحه، يعني ايه الكورس، ايه المكون اللي فيه فعلا اللي هو هيساعد الناس ان هم يخسروا الجزء من الدهون؟ الجراسينيا. الجراسينيا وكريم طبعا شد الترهلات، بس يعني بجد الناس لو دخلت قرت على الجراسينيا بتعمل ايه في الدهون المعقده هي هتعشقها، صبح وليل هتشرب جراسينيا او هتاخد كبسولات الجراسينيا من كتر ما هي افكتيف جدا في انها بتفتت الدهون المعقده اللي موجوده في الجسم. انا عايزه اقول لك الناس كلها دلوقتي تقول لك مثلا عندي رجلي مليانه انا هروح اعمل عمليه، ما هي العمليه مش سهله، صح. العمليه محتاجه فلوس ومحتاجه دايت بعدها قاسي ومحتاجه قعده ومحتاجه، طب ليه؟ ما انا عندي حل سهل، هي كبسوله واحده، كبسوله هاخدها يوم بعد يوم هتنسف لي الدهون المعقده، هتنسف لي الاماكن اللي مضايقاني في جسمي. بس برضو يعني عايزاك تطمنينا كده يا دكتور هبه، يعني الموضوع ده ملوش سايد افكت خالص، الناس اللي عمرها ما خدت ادويه، يعني ما احنا مقسومين نصين نصين، يا اما حد عنده باد هيستوري اخد ادويه قبل كده تعبته فعلا فتعقد من ادويه التخسيس، يا اما في حد اصلا كلمه ادويه يعني بتخضه بتريب بالظبط. عشان كده انا دايما ما بقولش انها ادويه، هو عباره عن كورس كده مكمل غذائي بالظبط، اعشاب والياف طبيعيه. عارفه البيبي لما بيتعب ومامته تنزل تجيب له من عند العطار شويه اعشاب، هي دي بالظبط، بس انا بدل ما سبتها اعشاب في باودر او جبتها كده انا ضغطتها في كبسوله، ومن نسب معينه طبعا، ما طبعا بنسب معينه عشان كل حاجه وليها نسبتها، ما ينفعش تزيد وما ينفعش تقل عشان تدخل تعمل التارجت بتاعها، انا حاطه كميه جراسينيا كذا عشان هي دي اللي هتفتت الدهون، اقل من كده لا هي مش هتفتت الدهون. بس طبعا دي حاجات كلها محسوبه، وكمان مش بس حطاها في كبسوله عشان كده، انا حطاها في كبسوله عشان الطعم، مش كلنا، انا واحده بكره طعم الاعشاب، بس لو خدتها في كبسوله لا انا كده تمام. صح صح. والاطفال، ما احنا معانا برضو اطفال مش هننساهم. طب احنا اصلا عندنا بقى صور من ارض الواقع، يعني يعني اتشجعوا وطلبوا الكورس واوريدي خسوا، فخلينا نشوف كده شويه صور بيفور اند افتر. يا ما شاء الله، اول صوره معانا خس تقريبا دقيقة 30 كيلو صح، 16 كيلو 16 ما شاء الله في شهرين، يعني تقريبا خس ايه 8 كيلو في الشهر، يعني ده الافرج بيبقى من 8 ل 10 كيلو تقريبا في الشهر. بس هو احنا الكورس بتاعي بينزل من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع، من 10 ل 15 كيلو في الشهر، ما شاء ودي الله. درجات طبعا متفاوته بطبيعه كل جسم. لا بس على فكره الصوره اللي فاتت بجد هو شكله قوي. اكتر من كده يعني شايفه الكرش، كرش راح يا لا زي ما يكون عمل عمليه يعني بجد ما شاء بالزبط. الله بالظبط كانه عمل عمليه شفط وشد للدهون اللي موجوده على طول في منطقه الكرش. معانا صوره كمان، يلا ما شاء الله، بصي ما شاء الله يعني كانه برضه عامل عمليه، هي كانت 85 بقت 65 ما شاء الله، يعني تقريبا 20 كيلو برضه اهو في قد ايه، في شهرين يعني 10 كيلو في الشهر.
ما شاء الله. وممكن تكون شهر نزلت فيه اكتر من الشهر التاني، هو مش 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 وزن ثابت، فاهمه؟ لا، وعلى فكره ممكن فعلا ده كوزن ميزان، لكن هو بقى كدهون يكون حد نزل اكتر. طبعا بتفرق جامد جدا، بتفرق في مقاسات الهدوم. طب قولي لي يا دكتور هبه، دلوقتي لو حد مثلا يعني مثلا عنده مشكله زي ما قلتي في بدايه الحلقه في ركبته في ظهره، مش عارف يعمل رياضه، يعني الكورس ده هيقدر يخسسنا من غير ما واحنا قاعدين على الكنبه حاطين رجل على رجل، احنا بنقدر نخس 10 20 30 40 كيلو، وده كلام ثقه، هو ده اللي بيحصل، هي دي الريفيوهات اللي احنا شفناها. انا قاعده على الكنبه ما بتحركش، ما انا بنوته زي اللي جات لي اللي عندها 38 سنه عايزه تروح تعمل عمليه تغيير مفصل، دكتوره لا روحي حاولي تخسي، تغيير مفصل ايه؟ ما هي راحت لكذا دكتور. حاجه تزعل قوي بصراحه لما هتقدر تطلع السلم؟ لا. هتقدر انزلها تعمل رياضه؟ لا. يبقى الحل الوحيد انها تخس. ما هي ثلاث ارباع المشاكل دايما اصلا معظمها بتبقى في زياده الوزن. اه طبعا، يعني ضغط، سكر، قلب، الركبه، كل حاجه تروح للدكتور يخس. كل الامراض. بس كان الصعب بالنسبه لي ان هي عمليه، وعمليه عظام مش عمليه سهله، وكل بيتفرج عليا اكيد حد عنده في العيله عامل عمليه تغيير مفصل، فمتخيل يعني ايه حد عنده 38 سنه تدخل تعمل عمليه تغيير مفصل؟ طب ما خس، ما الموضوع سهل وبسيط. هو الناس كلها نفسها تخس يا دكتور هبه، بس مش عارفين. هو كده اللي انا فهمته منك الكورس، ان هو مش بس هيسد لي الشهيه، لان احنا مشكلتنا في كميات الاكل الكتيره، هو كمان في مواد واعشاب هتساعد على حرق الدهون دي، صح؟ تعدي معايا الكورس بيعمل ايه؟ يلا يلا. بيزود معدل حرق الجسم، بينحت شكل الجسم، بيخلي عندي كنترول على حجم معدتي، بيصغرها، بيمنع نهم السكريات، بيعالج لي كتير من الامراض، بيخليني اخس من غير اي مجهود وانا قاعده ما بتحركش من غير اي حاجه، امن على كل الوظائف الحيويه بتاعتي، ما بيضرنيش في اي حاجه. بلس بقى، واهم حاجه، ان انا في ادويه كتير انا لو جددتها انا بتعب، انا ده عشان اعشاب والياف طبيعيه انا ممكن اخده فتره طويله ما بيأثرليش على اي حاجه خالص. دي وظيفة الكورس اللي معايا النهارده. بصي بيعمل كام حاجة ما شاء الله، ده بيعمل شفتي كومبو. كورس ايوه كومبو بالظبط، هو كومبو. لا، والاحلى بقى ان احنا ناكل الاكل الحلو ده من غير ما ضميرنا يأنبنا. ايوه بالظبط. ازاي بقى؟ يعني هو اولا هيساعدني ان انا اشرب ميه، يعني هيشجعني ان انا اشرب ميه بالظبط. لما يبقى قدامي اكل حلو كده اقدر اكل منه من غير ما ضميري يأنبني، ومن غير ما ابقى واخده طبق على جنب عامله اكل دايت على جنب وقاعده متضايقه، وامتى بقى يجي اليوم الفري عشان انا محتاجه اكل؟ امتى يجي ده انا نفسي في حته فرخه، ده انا نفسي في شويه رز؟ لا خالص، احنا هناكل رز وهناكل فراخ وهناكل حلويات بس بالمقدار الصح. وفي بقى حاجه شغاله اصلا في جسمنا بتحرق. طب انا عايزه اعرف دلوقتي لما الكورس بيوصل لاي حاله او اي حد بيشوفنا، اول ما الكورس بيوصل له الدكاتره ازاي بقى بيقوموا بمتابعتهم؟ يعني متابعه الحاله بتبقى يعني احنا عندنا مناسبه، هو مثلا داخلين على اكلم بس يا دكتور انا رايحه حفله، انا رايحه عزومه حد من قرايبي، انا خايفه ابوظ الدايت، فتبتدي تتابع معاها كده ولا بيبقى ازاي؟ ايوه بالظبط، بنتابع اول ما الاوردر بيوصل، احنا المتابعه عندنا بتتصل، الاوردر وصل بتبداي تاخدي اول كبسوله من كشور ستيليا دي اول يوم، بعدها تاني كبسوله من الجراسينيا او اللي هي الماجيك بوكس، وهكذا بالتبادل ما بينهم لغايه ما نخلص اول شهرين. ثالث شهر بتيجي فقره التثبيت، احنا خلاص خسينا ووصلنا للوزن المثالي، بتيجي فقره التثبيت بنبدا نثبت اللي احنا نزلناه بقى. وفي بقى مفاجاه كمان النهارده، عرض الثلاث شهور اللي عليه خصم 70% عليه سحب رحله عمره من النهارده اليوم 10/1. اي حد هيطلب الاوفر ده يبعت لنا بس صوره الفاتوره على صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، وهيتم السحب ويكسب طبعا زي الناس اللي كسبت رحله الاسر واسره. ده حلو جدا، يعني هنخس وهنتفسح وهنروح كل الاماكن نفسنا نروحها. والسؤال اللي انا لسه سالته لك، المتابعات بتتم ازاي؟ فاحنا جالنا رسائل كتيره واتساب، انا مبسوطه قوي ما بقرا كده الرسائل اللي بتيجي من حالات المتابعه انها حاجه تفرق فرح والدكتور بتبقى مبسوطه معاها. تعالوا نقرا كده شويه رسائل جت على الواتساب كده. السلام عليكم ورحمه الله، بتبعت للدكتور. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. قالت لها انا بقالي 10 ايام باخد حبوب الانسيليم وخسيت 6 كيلو. ما شاء الله، ده حلو قوي، يعني من اول اسبوع. هم دول محتاجينهم بقى قبل راس السنه. قالت لها حضرتك قلت لي اكلمك بعد 10 ايام، يعني كان الدكتور قايله لها بقى ايه تابعي معايا. بصي دي احلى حاجه ان الواحد يشوف النتيجه من اول اسبوع دي بالزبط. يعني دي بتبقى اصلا بتدي حافز، الواحد بيبقى عايز بقى يكمل بقى والله انا الحافز بالنسبه لي بيجي بعد ثاني وثالث اسبوع، ان هم لسه مكملين وان الوزن بينزل. أيوة. لان اول اسبوع دايما عارفه ال 3 4 كيلو اللي بينزلوا الدهون البسيطه دول، فالفكره في الاستمراريه. صح،
معانا كمان رسالة قالت لها أنا مش مصدقة بجد، أنا كنت 115 معقولة أخس 5 كيلو ما شاء الله. دي تقريبا بقيت الرسالة اللي فاتت صح؟ لا واحدة تانية. قالت لها أنها خست في أسبوع، قالت لها أنا كنت كم كيلو بقى في أسبوع؟ وفي رسالة تانية هي برضو أنا كنت 105 وبقيت 95. هي دي بقى هي بتقول لها أنا كنت 105 وبقيت 95، هتلاقي كويس جدا، حابة تثبتي ولا تنزلي تاني. هو التثبيت بقى اصلا بيبقى ازاي دكتور هبه؟ يعني في يعني جوه الكورس في حاجه بتخليني اثبت، ولا ان انا لما نفسيتي الشهيه بدات تتسد فانا اوريدي كميات بقت معقوله؟ ده النظام الصحي اللي انا بعود الناس عليه مع الكورس، ان انا معدتي صغرت فقللت كميه اكلي فانا هفضل كده طول حياتي، خلاص معدتي كشت. ما هو نفس فكره التكميم، انا صغرت حجم معدتي، هي دي فكره تكميم المعده. طب التثبيت بقى دي مسؤوليه الفينيل اللي هو مليان مضادات اكسده وقهوه خضراء وشاي اخضر ومانجو افريقي وتفاح اخضر، ده هي دي الجزء بتاعه اللي هو انا بعد ما وصلت الوزن المثالي وخسيت ال 20 ال 30 ال 40 كيلو اللي انا عاوز اخسهم ونحت شكل جسمي ورسمته بقى خلاص تمام كده بالنسبه لي، ناخد بقى اللي هو الشهر الثالث او الاوفر الثالث اللي هو خلاص انا بثبت وزني. دي بصراحه دي احلى حاجه ان الواحد يخس كده من غير ما يعمل عمليه جراحيه ولا يلعب في جسمه ولا اي حاجه. عايزه اعمل رشه بقدونس كده وايه ادلع الطبق ده، بس خلونا حبايبي نطلع فاصل صغير، فاصل صغير وراجعين لكم. هابي نيو يير، هكمل لكم الموسيقى ورجعنا ليكم بعد الفاصل حبايبي، مستكملين اخر فقره في حلقتنا، وعايزين بقى نسمع من دكتوره هبه قبل ما نختم العروض التخسيس الجامده جدا، والكورس عباره عن ايه والعروض بتاعتنا ايه. يلا بينا. احنا طبعا طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، واحنا معانا ثلاث عروض. اول عرض عرض الشهر، ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات الاناستاليوم ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات الاناستاليوم وكبسولات الماجيك بوكس اللي هي الجراسينيا ومعاها كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا كشور ستيليوم والجراسينيا والقهوه الخضراء ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا ما ننساش ان الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص، وان الاوفرز دي لغايه الساعه 10 بالليل. الحقوا بقى. وطبعا دكتور هبه في بدايه الحلقه كلمتين عن مكون في الكورس، وان ازاي هو بيعمل على سد الشهيه، وفي كمان ان هو بيحارب الدهون العنيده. طب قولي لي يعني بقى دكتور هبه، يعني مشكله الناس اللي في عندها خشونه ركبه، عندها مشاكل في العظام عامه، لان بتبقى بسبب زياده الوزن، فعلا الكورس يقدر بقى ان هو يخفف من الالام دي؟ حلو قوي. بما اننا بدانا فعلا كلامنا عن مشكله تغيير مفصل الركبه او الخشونه او كده، اي حد عنده مشكله بالذات في مفصل الركبه عشان هي بتبقى لود زياده، وان كل كيلو من فوق ب 4 كيلو على الركبه وبيحصل فيها مشاكل كتير قوي، فطبعا الكورس افكتيف جدا مع الناس اللي عندها مشاكل في العظام، او ان مرض السمنه هو اللي جايب المشكله بتاع الغضروف بتاع الرقبه بتاع الظهر، خشونه المفاصل، لو في مشكله في الغضروف بتاع الركبه، لو في خشونه حتى في مفاصل في فقرات الرقبه في فقرات الظهر، ده كله طبعا بيبقى نتيجه مرض السمنه، فطبعا الكورس افكتيف جدا معاه. يعني هو امن كمان، يعني هو هيعالج المشاكل فعلا مع تحسن خساره الوزن يعني. طبعا والناس بقى عندها المشكله المين ايه؟ زياده الوزن. انت شلتي المشكله، العظم تمام صح. بس طيب وكمان المشاكل اللي هي زي الضغط والسكر، ربنا يشفي ويعافي الجميع يا رب، هل الكورس ده اصلا امن ليهم لمرضى القلب الضغط السكر؟ ده هيخليني ارجع لحاجتين، اول حاجه ان الكورس مصرح من وزاره الصحه وطبعا فهو امن، تاني حاجه ان الكورس عباره عن اعشاب والياف طبيعيه فما فيهوش سلسله كيماويه ممكن تتعارض مع اي دواء من الامراض المزمنه. تمام حلو جدا. ده التصريح اهو طبعا معانا عشان الناس تبقى مطمنه.
عشان انا دايما بقول، بما اننا برضو في اكله العيله، بقول تاني ان ما ينفعش اخد حاجه انا مش عارفه مصدرها ايه، مكوناتها ايه، ما ينفعش ادخل جسمي، جسم والدتي، جسم طفلي، جسم اي حد يهمني حاجه انا مش عارفاها. وده الفرق ما بيننا وما بين طبعا الادويه مجهوله المصدر. لا ده كده فعلا احنا كده مطمنين اولا، لان زي ما قلتي دكتور هبه ان هو متصرح من وزاره الصحه، فدي حاجه مهمه جدا. بالزبط. طب قولي لي انا اول ما الكورس بيوصل لي دلوقتي وبكلم الفريق المتابعه الدكاتره، ببتدي إيه بقى مثلا اقول ايه؟ انا هبتدي من يوم السبت، هبتدي من يوم الشهر؟ لا انا ببدا في نفس اليوم بصراحه. انا اي حد بيكلمني انا بقول له لا احنا هنبدا من نفس، مفيش دايت يوم السبت ده. وبعدين ما هو عشان كده انا ما بديش بقى نظام غذائي، عشان ما يحسش ان هو اول ما هياخد الكبسوله انا هتحرم من الاكل. لا خالص، انت هتاكل كل حاجه وسيب الكبسوله بتاعتي هي اللي هتشتغل، انت مش مطلوب منك اي حاجه. اتحمست الدكتور هبة عشان اكيد الجمله دي بتتقال كتير قوي والله. لا الا دايت يوم السبت ده انا عارفاه، ده انا حافظاه. لا دي ده مفيش في بيت في مصر ولا عملوش اللي هو التسويف على فكره، اللي هو سوف 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 يعني. لا وتيجي ماما بقى في اي بيت، انت عامل دايت النهارده، المحاشي بقى والفراخ والاكلات الحلوه دي بتطلع فجاه، الموهبه بتطلع اليوم اللي فيه الدايت. صح. طيب انا عايزه اسالك دلوقتي، احنا لما بناخد الكورس الصبح وبنشرب ميه، المفروض بقى ان يعني بنحس فعلا بنتيجه في يوم في ساعتها، ولا يعني المهم ان اهم حاجه ما يبقاش احساس ان بطني وجعاني، انا بس شهيتي هي اللي هتتقفل بس. شفتي انا قلت لك في الاول، انا الجسم بيمشي بالوتيره الطبيعيه بتاعته. هيجي الساعه 4 ده ميعاد الغداء بتاعي، او ده الميعاد اللي انا بجوع فيه، انا بجوع. بس لما بقعد على الاكل انا باكل كميه قد ايه؟ ما هو انا مش هضحك عليكي واقول لك ان الكورس هيحسسك بالشبع، انت بصي انت مش هتبقي طايقه اصلا ريحه الاكل. دي كورسات مجهوله المصدر، هي اللي بتشتغل على مركز الاشباع في المخ، فبتعمل بلوكينج كده طول النهار انا مش قادره اكل. انما لا، انا جسمي شغال بطبيعته، فانا هيجي ميعاد الاكل بتاعي انا هاكل، بس هاكل كميه صغيره. هو ده بالظبط اللي انا طالباه من الكورس بتاعي ان هو يعمله، واحنا مش عايزين غير كده، مش عاوز اكتر من كده بالظبط. طب احنا معانا صور ثانيه برضو الحالات خست، خلونا نشوفها كده مع بعض. ما شاء الله كانت 97 بقت 60، 37 كيلو في 4 شهور اهو، ما شاء الله. عشان انا قلت لك 30 40 كيلو واحنا قاعدين حاطين رجل على رجل. ده حلو جدا ما شاء الله، يعني فكره ان حد يخس كل الكيلوات دي بالظبط، وصوره واضحه من غير اي عمليات. هي مش بس تكميم، هي في عمليات دلوقتي كتير التخسيس، يعني بالون المعده وطي المعده وحاجات كتير قوي، تغيير تحويل مسار وحاجات كتير بالزبط. لا بجد هايل يعني، برافو عليها. معانا صوره ثانيه راجل كان 87 بقى 65، شايفه يعني منطقه الكرش؟ ايه رايك في منطقه الكرش؟ لا لا بجد يعني في اختلاف رهيب في شكل الجسم، 22 كيلو في شهرين، في رسمه الجسم شهرين ونص الكرش ما شاء الله. لا طبعا بيفرق في الشكل اهو. ومعانا صوره ثانيه اهو كان 86 بقى 70، خس 16 كيلو في شهر ونص. على فكره لا يمكن لا يمكن الارقام دي تحصل يعني الا بجد لما يكون حد عمل عمليه، استحاله يعني بجد. لا لا معانا بتحصل والله العظيم. اهي شايفين هم يعني بجد الصور دي يا جماعه يعني مفرحه قوي ومحفزه، ويا ريت فعلا دايما كده كلمونا كل حلقه اللي اخذ الكورس يقول لنا انطباعاته ايه، ويقول لنا ازاي بقى ان هو صحته اتحسنت ونفسيته، لان اكيد بتفرق قوي يعني، اكيد بتفرق طبعا. عارفه لما البنات بس او الاولاد والله العظيم بيغيروا مقاس، هم بيبقوا فرحانين، انا جبت مقاس اصغر بدل اللي هو انا رحت جبت مقاس اكبر. لا طب ما تقول لنا بقى كده يا دكتور هبه في نهايه حلقتنا، عايزين نعرف العروض بقى كلها كده كومبو على بعض، عيديهم لنا تاني برضه للتذكره. يلا قولي. حلو، احنا طبعا طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، واحنا معانا 3 عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات الانستيليوم ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات الانستيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض ال3 شهور، عليه خصم 70% مكون من ال3 كبسولات بتاعتنا الانستيليوم والماجيك بوكس والفينيل ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا ما ننساش ان العروض دي كلها لغايه الساعه 10 بالليل، وان الشحن مجاني والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. هايل 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 يا جماعه، الحقوا بقى العروض الجميله دي قبل بدايه سنه 2024 عشان نخش كده واحنا ايه خاسين ومبسوطين وشكلنا حلو وواثقين من نفسنا، ونقدر نخرج ونتصور واحنا تمام واثقين من نفسنا جدا. عايزه اقول لك بقى ان الفرخه اللي احنا دخلناها من شويه تقريبا شبه استوت، خلينا نبص عليها كده عشان هي كانت صغنونه، بصوا شكلها تحفه، ودي اللي احنا عملناها مع بعض على الهوا اهي.
والصينيه دي زي ما قلت لكم لذيذه جدا، ان هي بتفضل تنزل. انا هطلعها لكم تشوفوا ازاي نزلت ميه، ميتها من غير ما احط ولا بق ميه اهو. بصوا شكلها بيشهي جامد جدا، تحفه. وتقدروا بقى تعملوها في العزومات زي ما قلت لكم بقى، احتفالات راس السنه، الخضار بقى مشوي وشارب بقى من التتبيله، فبجد خطيره. اتمنى تجربوها وتقولوا لنا رايكم. ولازم كمان تتواصلوا معانا يا جماعه على اكله العيله على الفيسبوك، عشان لو ليكم اي طلبات، عايزين اي وصفات، حابين تسالوا حتى الدكاتره حاجه معينه نتكلم فيها، حابين نعمل وصفات حاجه معينه، هتلاقوا اكله العيله بالعربي على الفيسبوك، وشيف ايمان عبد الرحمن برضو بالعربي. انا بحب اتواصل معاكم جدا بعد الحلقه، نشوف ارائكم ايه في الوصفات، عايزين حاجه معينه. فدي اهم حاجه عندنا، ان انتوا تقضوا ساعه كده تكون مبهجه وطلعتوا بوصفات خفيفه ومعلومات جميله. في النهايه بشكرك يا دكتور هبه، شكرا دايما كده بتضيف لنا معلومات حلوه قوي، وشكرا على العروض الحلوه دي ومعلوماتك الجميله. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه حبيبتي. وهابي نيو يير. شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم، اتبسطت ان انا كنت معاكم النهارده. انتظروا بكره حلقه جديده الاربعاء في نفس الميعاد الساعه 1 الظهر على صدى البلد 1. تنسوش تحبوا بعض في رعايه الله. سلام عليكم.